السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها الاسباب التي تدفع باليمنيين للهجره الى المجهول. تستمر الحرب في اليمن ومعها تستمر معاناة اليمنيين، يزيد عدد الضحايا فيتزايد عدد النازحين الفارين للنجاة بحياتهم أملا في الاستقرار. يتدهور الوضع الاقتصادي فيهوي بالمزيد من الناس إلى ما تحت خط الفقر نتيجة العوز والبطالة التي تجاوزت نسبتها أكثر من 75%. يشكل الشباب النسبة الأكبر من حجم ضحايا الحرب، وبالتالي هم الأكثر نزوحا بحثا عن الأمن والأكثر هجرة أملاً في مستقبل أفضل. ووفقاً للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، فإن عدد الشباب اليمنيين اللاجئين في أوروبا بلغ قرابة 7000 لاجئ موزعين في ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا والنرويج وفرنسا وسويسرا واليونان ودول أخرى، فضلاً عن إقامة أكثر من 50000 يمني في الدول ذاتها منذ سنوات سابقة. وللوصول إلى دول الهجرة يسلك اليمنيون مختلف الطرق والسبل، وفي سبيل ذلك تحدث المآسي. للنقاش حول إصرار الكثير من الشباب اليمنيين على الهجرة والاغتراب مغامرين بحياتهم، سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الناشط الحقوقي خليل المليكي، ومن صنعاء سينضم لنا عبر الهاتف سعيد الحاج شقيق البطل اليمني الراحل هلال الحاج الذي فقد حياته أثناء محاولة الهجرة إلى أسبانيا، ومن الرياض سيكون معنا عبر الهاتف السكرتير الصحفي بمكتب وزير الشباب والرياضة ماجد الطياشي. أبدأ مع ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الناشط الحقوقي خليل المليكي. سيد خليل، أسعد الله مساك بكل خير. مساكم إن شاء الله بكل خير. أهلا بك سيد خليل. يعني نتحدث اليوم عن ظاهرة هجرة الشباب إلى المجهول، والتي يعني حدثت من خلال هذه الهجرة الكثير من المآسي التي شهدناها خلال الفترات الماضية، وبالتالي كيف تنظر إلى مسألة رغبة اليمنيين في الهجرة والخروج من الوطن؟ هل هي ظاهرة أم مشكلة؟ تحية لك أخي شادي ولمشاهديكم الكرام، وتحية لكم لأنكم اهتممتم بهذا الموضوع الذي مر عابرا ولم يجد أي اهتمام من قبل الجهات المعنية ومن قبل الحكومة بشكل خاص ومن قبل القنصليات المتواجدة في تلك الدول. المسألة هذه هي مشكلة ورغبة كذلك لدى كثير من الشباب، لأن الوضع الاقتصادي والوضع المادي وكذلك وضع البلد الغير مستقر هو الذي دفع بكثير من الشباب لأن يبحثوا عن الهجرة وأن ينطلقوا إلى هذه الدول وأن يغامروا بحياتهم عسى أن يجدوا أماكن يجدوا من خلالها العيش الآمن، لكن للأسف تعرضوا ما تعرضوا له من تلك المشاكل ومن تلك المعاناة. نعم، لكن يعني سيد خليل برأيك لماذا يصر البعض على الهجرة إلى الخارج خصوصا أوروبا رغم التحديات التي تواجههم؟ يعني ناس يموتون غرقا في سبيل الوصول. للعلم هذه مشكلة وثقافة لدى كثير من الشباب لأنهم يظنون بأنهم سيصلون سالمين، مع القصص المأساوية التي تأتي للاجئين سوريين وكذلك لاجئين من تونس ومن الجزائر ومن هذه الدول التي يلجأ كثير من شبابها إلى الهجرة إلى أوروبا، ومع ذلك يغامر هؤلاء الشباب يقول سأجرب حظي عسى أن أصل إلى هذه الدول، وله رفاق أو له زملاء في تلك الدول وصلوا إلى تلك الدول واستقروا نوعا ما، ومع أن الكثير منهم عانى معاناة شديدة حين وصل إلى تلك البلد وهو لا يفهم لغتها وليس لديه المال وليس لديه السكن، كانت معاناة شديدة وفضل البعض منهم أن يعود إلى بلده، لكن كثير من الشباب أصبح يعيش يعني اليأس نظرا للوضع الراهن وأصبح يفضل أن يغادر هذه البلاد
وأن يذهب إلى مكان يجد فيه حياة آمنة ومستقرة، لكن الشباب عليهم أن يقيسوا المشاكل والمصائب التي ستلاقيهم في الطريق، وخاصة وأنهم لا يعرفون أين سيذهبون أو أين سيتجهون، يتجهون للمجهول، وخاصة وأن كثير من المهربين الذين يدفعون لهم المال الذي في جيوبهم يبتزونهم ابتزازا شديدا ويعرضونهم للهلاك. وأنا أقول بأن الغرق الذي حصل لكثير من الشباب وللبطل هلال الحاج كان نتيجة هؤلاء المهربين الذين لا يخافون في البشر شيء، البشر عندهم لا قيمة له، المال هو كل شيء. بالأخير حينما تصاب سفينتهم أو قاربهم بالإثقال أو ما شابه، يقومون برمي بهؤلاء الشباب والهروب. وهؤلاء الهجرة الدولية عليها أن تنظر إلى هذا الحال، أن تنظر أولا إلى المتسببين في هذا وهم المهربين هؤلاء. لابد أن لكل دولة أن تكافح هؤلاء إذا أرادوا أن لا يصل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وكذلك حتى إذا هاجر أحد الشباب يصل سالما آمنا، وأن لا تعرض حياته للأذى وأن لا يموت وهو في عرض البحر. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي السيد خليل، وأرحب الآن بضيفي سينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض، السيد ماجد الطياشي، أو صحفي في مكتب وزير الشباب والرياضة. سيد ماجد مساء الخير. يسعد مساءك أخي والسادة المشاهدين لقناتكم الكريمة. أهلا بك سيد ماجد. يعني نتحدث اليوم عن مسألة هجرة الشباب يعني إلى أوروبا والكثير من الدول، وبالتالي يعني تكون النتائج وخيمة بسبب أنهم يهاجرون هجرة غير مشروعة ويستخدمون وسائل التهريب، وبالتالي تحدث يعني الكثير من المآسي والكوارث. يعني كيف تنظرون إلى مسألة هجرة الشباب إلى يعني دول أوروبا مؤخرا؟ أولا كل التعازي باسم وزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة لأهالي الذين سقطوا ضحايا البحر سواء محمد الأهبل أو هلال الحاج، وكل الصحفيين الرياضيين الذين يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي أو اللاعبين الرياضيين الذين قضوا نحبهم في مناجات هذه الميليشيا الإرهابية. لولا الانقلاب لما حدثت كل هذه المآسي، لولا الانقلاب لما فكر الرياضيون بالهجرة إلى أوروبا أو حتى إلى دول أخرى. الكثير من اللاعبين تركوا ممارسة كرة القدم، تركوا ممارسة ألعابهم المفضلة وعادوا من جديد للبحث عن عمل، والآخر سقط عبد السبب فأضطر آسفا وأضطر أن يذهب إلى دولة أخرى للبحث عن سبل العيش الكريم. نحن في وزارة الشباب والرياضة نقوم بواجبنا على أكمل وجه فيما يخص المشاركات فيما يخص التكريمات، ولكن يبقى من الصعب جدا أن نكتفي بالتزامات أو نكتفي بدعم كل اللاعبين الذين يمارسون الألعاب. صعب ان التعطيل المرتب لكل لاعب يمارس كره القدم او يمارس الرياضه. انت لك لديك في اليمن ما يقارب اكثر من 10,000 رياضي، فصعب جدا ان توفر مرتبات لكل هؤلاء اللاعبين، فلذلك كانت النتيجه طبيعيه ان هؤلاء يذهبون للبحث عن سبل العيش الكريم، بل ان بعضهم بعد استيلاء ميليشيا الحوثي الارهابي على مخطط صندوق رعايه النادي الشباب وتحويله الى المجهود الحربي اضطروا الى ان يشتغلوا في اعمال صغيره جدا جدا بالكاد يعني تكفي شغل يوم واحد لان ياكل منه فقط. نعم، لكن سيد ماجد إذا ما نظرنا إلى قضية البطل الراحل رحمة الله عليه هلال الحاج، ويعني تحدثنا قليلا حول هذه القضية، بطل بحجم هلال الحاج، كيف له أن يعني تكون آخر قراراته هي الهجرة وبالتالي يواجه هذا المصير؟ يعني لماذا الدولة لا تهتم بشباب كأمثال هلال، يعني لهم بصمات ملموسة في خدمة البلد في الجانب الرياضي؟ نعم، هلال هو بطل لا غبار على ذلك، ولكن هو في الآخر إنسان ويريد أن يبني مستقبله. الرياضة في اليمن أنت تعرف أنها ليست مستقبل كامل، لا يوجد حتى الآن في الخدمة المدنية وظيفة لاعب رياضي. سعى معالي وزير الشباب والرياضة في الفترة السابقة إلى أن يستخرج قرار أن يكون هنالك وظيفة لاعب رياضي، ولكن كل المحاولات حتى الآن كانت غير مجدية. نتمنى في المستقبل القريب أن يكون هنالك وظائف أو وظيفة في الخدمة المدنية تحت مسمى لاعب رياضي، وبذلك نستطيع أن نضمن مستقبل اللاعبين على الأقل الذين يمثلون المنتخبات الوطنية. إذا كان لاعب منتخب كرة القدم وهم الأكثر شهرة، كثير منهم لم يستطيعوا الحصول على وظيفة رسمية، وهذه هي ما أدى من مآسي
من المآسي التي تكبدها اللاعبون في الفترات الماضيه. اتمنى من قيادات الدوله في المستوى الاول مستند رئيس الجمهوريه ودوله رئيس الوزراء ان يكون هنالك وظيفه مستقبليه لاعب كره قدم، يحتاج توجه من رئاسه الجمهوريه رئاسه الوزراء حتى نستطيع ان نوجد لاعبين رياضيين متفرغين للرياضه فقط. اما ان هنالك لاعب يمارس الرياضه ولم يحصل على وظيفه رياضيه فاعتقد انه سيبحث عن تحسين مستواه المعيشي، هو ما عمد اليه هلال الحج، هلال الحج هذا الى الجزائر ومن ذلك فضل ان يذهب الى اسبانيا عبر البحر. نحن في وزاره الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه الاستاذ نايف الفكري وصل بسفيرنا في اسبانيا واعاد اللاعب من اسبانيا بتوجيهات من رئيس الوزراء الى وزير الخارجيه بان يعاد اللاعب الى مطار عدن وعاد بفعل الى مطار عدن، ثم بعد ذلك واسى اسرته بمبلغ مالي الرحمه لهلال الحاج. جميل، اذا تكرم بالبقاء معي سيد ماجد واعود لضيفي من مأرب السيد خليل. يعني سيد خليل كنت قد توقفت بالحديث عند مسألة المهربين وخطورة من يتبع عمليات التهريب وبالتالي يعني تحدث نتائج وخيمة في نهاية المطاف. يعني هناك قصص كثيرة سمعنا عنها بالذات فيما يتعلق بالهجرة لأوروبا، يعني حدثت مع السوريين قصص لا تنتهي، ولا وجميع اليمنيين يعلمون ما يحدث من هذه أو من وراء عمليات التهريب هذه، وبالتالي نجد مع كل هذا هناك شباب يغامرون بأنفسهم ويذهبون. ما هي الأسباب برأيك؟ الأسباب تعود أولا إلى الحرب الدائرة في البلاد وما تسببت به الميليشيا الحوثية من انقلاب قضى على كل شيء وقضى على كل المقدرات، قضى على الثروة البشرية. أي شاب كان يحمل موهبة، كان يحمل أي شيء في حياته ويفكر بمستقبل ولديه طموح، انكسر هذا الطموح وتحطم مستقبله بسبب انقلاب الميليشيا. الميليشيا الحوثية لم تهتم بأحد، حولت كل أموال الدولة وكذلك أموال الشباب وكل شيء إلى المجهود الحربي، قتلت الشباب الذين يمارسون الرياضة من نادي هلال الحديدة وغيره من الأندية وكذلك في أبين وغيرها. تعرضت الرياضة وتعرض الشباب في كل المستويات أو في كافة التخصصات للاعتداء من قبل الميليشيا الحوثية، يضيق عليهم في الجامعات، يضيق عليهم في أرزاقهم، يضيق عليهم في محلاتهم من يشتغل هنا أو هناك. هذه هي الأسباب. هل من المنطقي الهروب من الموت إلى الموت؟ أماكن أخرى. سيد خليل، هل من المنطقي الهروب من الموت إلى الموت؟ البعض ليس من المنطقي هو الهروب من الموت إلى الموت، ولكن هؤلاء الشباب لديهم هذا المنطق، البعض لديه هذا المنطق، لا يمكن أن أعيش في وضع كهذا. والبعض منهم كما قلت لك سابقا أنه يفكر برفاقه الذين وصلوا إلى هذه الدول وحصلوا على امتيازات، يفكر بأنه سيصل ولديه الأمل الكبير بأنه سيصل ويتبع الطرق التي وصل إليها أو خطاها زملائه والشباب أمثاله من قبل، ولكن للأسف يصطدم بهؤلاء المهربين، يصطدم بعرض البحر ويموت غرقا كما حدث للبطل هلال الحاج، وحدث كذلك للشباب اليمنيين في ليبيا قبل فترة، قبل سنة ونصف للشباب في ليبيا، أربعة غرقوا وأربعة ما زالوا في أماكن الحجز للمهاجرين غير الشرعيين ويعانون معاناة شديدة. قبل المغرب اليوم تواصلت مع الأخ حميد الرقيمي، الزميل حميد الرقيمي، هو كان مهتم بهذا الملف، قال بأنه على اتصال مع هؤلاء الشباب، والبعض منهم يفكر أن يعود إلى بلده بنفس الطريقة ولا يبالي بالموت، بل البعض منهم يفكر بالانتحار للأسف. ولم المنظمة التي وعدت بالإفراج عنهم وإرجاعهم إلى بلادهم لم تفي بوعودها منذ عام، وهي تماطل هؤلاء الشباب الذين سيموتون إن عادوا بنفس الطريقة ويفكرون بالانتحار للأسف. هؤلاء الشباب هم ثروة اليمن، الثروة البشرية، ما زالت يعني كل يوم تتعرض للقتل من قبل ميليشيا الحوثية، تزج بالعشرات من شباب المدارس ومن الأطفال للجبهات، وهؤلاء الشباب الذين لا يريدون أن يذهبوا مع هذه الميليشيات
ضيقت الميليشيا عليهم في اماكن سيطرتها ولم يجدوا الفرصه في الوظيفه العامه لان منذ اعوام لم يستلم اليمن اي شيء. هذه الاسباب جعلتهم يهاجرون وللاسف يعانون معاناه شديده، وهذه هي النتائج للحرب التي قامت بها الميليشيا الحوثيه. لا يمكن لليمن ان يتعافى في ظل وجود اي ميليشيا سواء في عدن او في صنعاء. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد خليل المليكي، سأعود إليك، ولكن مشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة الجوف. يتحدث الناس هنا عن الهجرة ويعني سلبياتها وما يتعرض له الشباب من مخاطر خلال عمليات الهجرة إلى دول أوروبا، نشاهد سويا. يلجأ اليمنيون للمغادرة إلى الخارج للبحث عن مدخول معيشة، لأن اليمن لا توجد بها دولة توفر لهم يعني توفر لهم الوظائف أو توفر لهم فرص عمل يشتغلوا بها أو يقوموا بتأقيت أنفسهم أو أسرهم. وبسبب الحرب الذي تدور في البلاد مؤخرا الآن زادت من الكوارث أكثر، لا فرص عمل لا وظائف يشتغلوا فيها الموظفين، فلذلك يلجؤوا اليمنيين إلى السفر للخارج للبحث عن المعيشة أو عن مدخول سبل العيش. وبعضهم يتعرض لكوارث في الطريق، وبعضهم يتعرض لحوادث، أو بعضهم قد يموتون ويعودون جثث إلى اليمن. الكثير من الشباب اليمني يلجأ للسفر إلى الخارج للبحث عن حياة كريمة تضمن له العيش الكريم، لكن مع الأسف الشديد هناك الكثير ممن يعودون إلى الوطن جثث هامدة. كان آخرهم لاعب الكيك بوكسينج هلال الحاج وتوفي، وعد من أسبانيا كجثة. هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب اليمني في الوقت الحاضر، وكان يفترض على الدولة أن تمضي قدما نحو البناء وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، لكن وجود الحرب ربما أثر على ذلك بشكل كبير. وبصراحة قد تواجه الشباب اليمني أكثر من هذه التحديات إذا ما استمرت الحرب. طبعا الظروف اللي كان يمر بها البلاد والوضع الاقتصادي والظروف السابقة والظروف الحالية، يعني الحرب والوضع المعيشي للمواطنين، ما أدى إلى لجوء إلى بحث عن فرص عمل في الخارج. فمنهم من تقطعت به السبل في البحار، واخرهم ما حصل للرياضي هلال الحاج يعني الحادث المؤسف. فهذه المشاكل كلها بسبب هذه الظروف اللي تمر بها البلاد. يعيش الشاب اليمني مرحله تيه بسبب اطاله الحرب وقله فرص العمل وغلاء المعيشه والتزاماته كشاب، يعني التزاماته كشاب ونظرته الى المستقبل، فيجد نفسه امام تحديات كبيره او استوت عنده الحياه والموت، فيرمي نفسه في المهالك وفي مغامرات قد او فيرمي نفسه بالمهالك، وغالبا ما يتعرض لاخطار كبيره قد تودي بحياته ويعود جثه هامده في مسيره البحث عن لقمه تعيش او حياه كريمه في بلدان اخرى. إذا مشاهدينا أرحب الآن بضيفنا من صنعاء السيد سعيد الحاج، أخ اللاعب أو شقيق البطل اليمني الراحل هلال الحاج الذي يعني توفي أثناء محاولته الهجرة والوصول إلى إسبانيا. ومرحبا بك سيد سعيد، وأسعد الله مساك بكل خير. مرحبا أخي الكريم، مساك الله بالخير والعافية. أهلا بك سيد سعيد، يعني نتحدث اليوم عن مشكلة الهجرة، هجرة الشباب اليمنيين إلى دول أوروبا رغم المخاطر الكثيرة وما يتعرضون لها، ونقول هنا يعني رحمة الله على الشهيد هلال الحاج الذي توفي أثناء محاولته الهجرة إلى إسبانيا. ولكن هلال يعني شاب موهوب ومبدع وبطل أولمبي، يعني ما الذي دفعه إلى الهجرة إلى أوروبا؟ أولا أخي الكريم الحمد لله على كل حال، والحمد لله على قضاء الله وقدره. طبعا كما يعلم الجميع الشباب اليمني بشكل عام في يعتبرون في مفترق طرق، يا أما أنهم يناضلوا في العيش أو أنهم يخاطروا في الموت للوصول إلى حياة كريمة وآمنة. طبعا أخي هو لاعب المنتخب الوطني للكونغوفو وحاصل على العديد من المشاركات والعديد من الألقاب المحلية والعربية والأسيوية، فالذي دفعه إلى الهجرة أو إلى اللجوء
إلى دولة أخرى هو كما يعلم الجميع كريم اللي دفع إلى هذا الشيء البحث عن وطن آمن يقدر الموهبة التي يمتلكها. إضافة إلى ذلك الحرب القائمة التي لم تترك له التميز والإبداع في المجال الذي هو فيه. نعم تسمعني؟ ألو؟ نعم أسمعك أكمل. فأخي يا أخي كما تعلم أنه معظم الشباب اليمني بشكل عام نصفهم شهيد والنصف الآخر غريق والباقي ينتظر. فهلال هلال يعني رحمة الله عليه ما نقل عن قصة المرحوم ما نقل عن قصة المرحوم هلال سيد سعيد بأنه يعني لاقى الكثير من المعاناة على وجه التحديد مع الجانب الرياضي المتمثل بوزارة الشباب والرياضة، وبالتالي وجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا إلى الذهاب إلى المصير المجهول. هل بالفعل هذه الرواية؟ نعم أخي الكريم، نعم في هذه الرواية نعم حصلت بالفعل حين عودة أخي الشهيد البطل هلال الحاج من بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان. عاود إلى العاصمة صنعاء والتقى بالمسؤولين هنا فقال لهم أنا الوحيد الذي حققت الميدالية البرونزية كميدالية وحيدة للجمهورية اليمنية من بين كل الألعاب الرياضية، فهل لا تكرموني وتعطوني حقوقي ومن هذا القبيل؟ فكان الرد للأسف يعني كان رد سلبي، فاضطر أنه يسافر أو يفكر في طريق آخر ربما يلاقي مثلا تجاوب إيجابي من قبل الحكومة الشرعية. فسافر حينها إلى دولة إلى أندونيسيا وشارك هناك بطولة أسيوية، وحينها عاود إلى جمهورية مصر العربية ومكث فيها ما يقارب شهرين والتقى مسؤولين وزارة الشباب والرياضة لدى حكومة الشرعية، وعرض عليهم بأن يعطوه جواز دبلوماسي أو جواز مهمات بحيث يستطيع العبور بواسطته إلى دولة أوروبا أو إلى أي دولة من دول أوروبا. فكان الرفض طبعا من قبل المسؤولين وزارة الشباب والرياضة لدى حكومة الشرعية. نعم، هذا في مسألة التسهيل للمغادرة والهجرة إلى أوروبا. في مسألة أيضا وضع هلال المادي وأيضا استيعابه ضمن يعني الفرق التي دائما ما تدعم من وزارة الشباب والرياضة والذي يعد ضمن اختصاصها، هل كان هناك استيعاب لهلال ولو حتى بالقدر البسيط يعني، أم أنه لا يوجد أي دعم على الإطلاق؟ تعلم ويعلم الجميع بأنه لا يوجد هناك أي دعم، لا دعم مادي ولا دعم معنوي، ليس هلال فقط وإنما لكل الرياضيين بشكل عام والجميع يعرف ذلك. نعم، إذن ابقى معي سيد سعيد، وأذهب الآن لسكرتير وزير الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية السيد ماجد الطياشي. سيد ماجد، لعلك استمعت لحديث سيد سعيد شقيق اللاعب هلال، يعني تحدث بأنه لا يوجد أي اهتمام بالكثير من الكادر الرياضي، ويعني هلال أحد اللاعبين الذين كان يفترض أنه يستحق الدعم والاعتناء من قبل وزارة الشباب والرياضة الجهة المعنية بالشباب على وجه التحديد. يعني أيضا حتى أنه طلب كما تحدث الأخ سعيد، طلب مسألة التسهيل لعبوره إلى دول أوروبا أو أي دولة، وواجه بالرفض من قبل وزارة الشباب والرياضة. طبعا أكرر تعازير الأخ سعيد وأقدر عاليا معنى أن تفقد أخ، يعني بغض النظر عن أي شيء، يعني أن تفقد أخ هذه هي بحد ذاتها كارثة وألم كبير، أن تفقد أخ يعني هو أخ ضاع منه. بس أحب أن أنوه إنه وزارة الشباب والرياضة ليست معنية بصرف الجوازات، من يصرف الجوازات هي وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية. وزارة الشباب والرياضة عملها عمل ربط وتنسيق فقط وتسهيل، ولا لا نستطيع أن نعطي جواز لأي شخص. لكن هو باستطاعة الوزارة سيد ماجد، هي جزء من الحكومة، هناك علاقات وهناك تنسيق بين الوزارات، وبالتالي يعني هو الجزء البسيط إذا قدمت دعم كهذا ل يعني شباب ولاعبين رياضيين من قبل الوزارة، يعني لا أقول قليل من الدعم.
يا استاذ الله يحفظك، احنا تكلمنا عن مساله الجواز القطري، هو لم نحصل على جواز دبلوماسي او جواز قطري حتى يذهب الى اوروبا. وزاره شؤون الرياضه لا تصرف جوازات ولا تستطيع ان تصرف جوازات. هناك لائحه تنظم عمل هذه الجوازات، كل مواطن يمني يستحق الحصول على جواز. كل موظف بدرجه مدير عام وما فوقها يحصل على جواز خاص، كل موظف بدرجه وكيل وما فوقها يحصل على درجه جواز دبلوماسي. فقط في مثل هذه الحالات يستطيع ان يصرفهم. وزاره الخارجيه هي المعني الوحيد ان تمنح مثلا لشخص ان يسافر في مهمه خاصه جواز مهمه يقول المهمه ثم يعاد منها. عندنا مساله توظيف، انا بدات لك من البدايه وقلت لك انه هذا يحتاج الى توجيه حكومي شمال، حتى الان لا يوجد في الخدمه المدنيه وظيفه لاعب رياضي. وانا اطالب فخامه رئيس الجمهوريه ودوله رئيس الوزراء ان يعملوا على تبني مشروع الاخ وزير الشباب والرياضه الذي يعمل معهم جيدا وقدم له اكثر من تصور، ان يكون هنالك وظيفه تكون تحت مسمى لاعب رياضي، يمنح كل من يلعب للمنتخب الوطني وظيفه رياضيه. وطبعا الوظيفه ليست من اختصاص وزاره الشباب والرياضه كما تعرف، وزاره الشباب والرياضه هي ترفع، وهناك الخدمه المدنيه الحكومه توافق، والخدمه المدنيه هي من تستكمل اجراءاتها، هناك مرتبط انت بوزاره الماليه ايضا. لذلك وزاره الشباب والرياضه لم يكون هنالك اي منتخب او اي بعثه رياضيه خلال الفتره الماضيه لم تحصل على حقوقها، بمعنى انه حتى الذين شاركوا في دوره التضامن الاسلامي حصلوا على حقوقهم فيما يخص من وزاره الشباب والرياضه في الحكومه الشرعيه، ولا اعرف ما الذي حدث معهم في صنعاء. لكن سيد ماجد الى متى ستستمر يعني ازمه اللاعبين الرياضيين في مساله انهم كما تحدثت غير مسجلين لدى وزاره الخدمه المدنيه، ولا يوجد مخصص او مرتب باسم لاعب رياضي، يعني اين دور الوزاره في المطالبه بحقوق اللاعبين الرياضيين؟ الحكومه على هذا المشروع وما تقدم به وزير الشباب والرياضه منذ فتره طويله، حتى الان الحكومه لم توافق عليه، وهذا بحاجه الى جهد كبير، وان شاء الله انه الجهود تتكلى خلال المرحله المقبله بالحصول على موافقه من الحكومه بالحصول على وظيفه لاعب رياضي. اللاعب لا يمكن ان يقدم لك كل ما تريد منه دون ان يكون هنالك تامين لمستقبله، في الاخر هو بشر، في الاخر هو انسان لديه التزامات ولديه اسره يعول افراد، ومن حق اي شخص ان يبني مستقبله الى الحاج اختار ربما الطريق الصعب والطريق الاكثر شوك، وما كان له ان يغامر في مغامره مثل هذه فهو يعرف سلبياته وايجابياته. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سكرتير الصحفي بمكتب وزير الشباب والرياضة سيد ماجد الطياشي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي السيد خليل المليكي من محافظة مأرب. يعني سيد خليل، يعني من يتحمل المسؤولية في استمرار أزمة الهجرة والهجرة القائمة على المصير المجهول؟ ما يحدث للشباب وهم يعني يقررون الذهاب إلى أوروبا بطرق عبر مهربين، وبالتالي يعني تحدث مآسي كثيرة، من المسؤول هنا؟ سيدي العزيز، ما يحدث للشباب هي مأساة كبيرة، وكما تعرف الحكومة الشرعية حين تلقى إليها المسؤولية تتملص منها، كما يحدث الآن في قضية هلال الحاج. للأسف المشكلة الآن في هؤلاء الشباب، يعني هلال الحاج أنا أريد أن أعقب على شيء قاله الأخ ماجد الطياشي، وهو مشكلة أنه صرف له مبلغ مالي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإعادة جثته لعدن. كنا نأمل أن يستوعب هلال الحاج وهو في مصر وهو يطالب بحقوقه عبر قيادة الدولة هناك، ولم يستجب له أحد. في صنعاء، في صنعاء يعني ذهب إلى وزارة الشباب والرياضة في حكم الميليشيا الحوثية وقال بأني رفعت علم اليمن عاليا، ولكن للأسف قيل له من قال لك أن ترفع علم اليمن؟ هذا كان رد وزير الشباب والرياضة في حكومة الميليشيا. هذا الاستهتار بالشباب اليمني هو السبب في دفع هؤلاء الشباب إلى أن يذهبوا إلى الموت، وهم يعلمون بأن، وهو الكثير منهم يعرف بأن هذا الطريق صعب وبأنه شاق وأنه سيموت، ولكن للأسف يذهب إليه ويختار هذا الطريق. نعم، إذن ابقى معي سيد خليل. أعود للسيد سعيد الحاج شقيق البطل اليمني هلال الحاج. يعني سيد هلال، بعد وفاة
أو سيد سعيد بعد وفاة الشهيد هلال رحمة الله عليه، ما الذي قدمته الدولة ووزارة الشباب والرياضة على وجه التحديد؟ والله يا أخي الكريم، بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية بصراحة لم يقصروا في لم يقصروا معنا كأسرة أو في تكلفة نقل الشهيد البطل إلى الحج إلى العاصمة صنعاء، فقاموا بالواجب وأكثر. فالشكر موصول لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة على رأسهم الأستاذ نايف البكري، وكذلك إلى سفارة الجمهورية اليمنية في إسبانيا. نعم، يعني هو فقط ما لمسه هو مسألة نقل هلال من إسبانيا وحتى صنعاء فقط. نعم، هذا هم اللي تكفلوا فيه من وصوله، من يعني نقله من إسبانيا حتى العاصمة عدن، هم تكفلوا نعم بذلك. طيب سيد سعيد، توجيهات يعني من فخامة رئيس الجمهورية. نعم، طيب لو دققنا قليل في قضية هلال، يعني هل كان يدرك بالفعل ما سيلاقي في مسألة الهجرة قبل أن يستعد لمسألة الرحيل، أم أنه يعني كانت الصورة لديه بأن الأمر سهل للغاية وبالتالي لا توجد أي مشاكل؟ طبعا أخي لم يدرك بأنه سوف يحصل على مخاطر أو من هذا الشيء أو من هذا القبيل. فمعظم الشباب يعني هاجروا عن طريق مدينة الناظور المغربية باتجاه مليلية الإسبانية. فحوالي يمكن 1000 أو 2000 أو أكثر من شاب عبروا المضيق أو الميناء بسلامة الله وحفظه، ولم يصب أي أحد بألأ والحمد لله. فلم تكن هناك يعني مخاطر، رغم يعني أن كان هناك تواصل دائم منذ أن تحرك هلال من اليمن وحتى وصل إلى أسبانيا، كنتم على تواصل دائم مع هلال؟ نعم أنا على تواصل دائم. كما ذكرت لك أخي الشهيد ظل في مكث في مصر ما يقارب الشهرين، بعدها انتقل إلى عندي إلى الجزائر، حيث أدرس أنا في الجزائر، أنا طالب ماجستير في دولة الجزائر. فمكث عندي في الجزائر ما يقارب 7 شهور، بعدين سافر إلى دولة المغرب ومكث فيها كذلك 2 شهر كاملين مع مجموعة من الشباب اليمنيين الذين ينوون الهجرة والدخول إلى أوروبا. نعم، يعني استغرق الوقت مع هلال ما يقارب العام حتى انتهى بهذا الحادث الأليم. نعم العام. نعم، إذن سيد سعيد هنا مؤخرا يعني رسالة تود قولها لمن أو للشباب الذين يطمحون للهجرة بهذه الطريقة والتعامل مع المهربين، و بالتالي تكون يعني او يكون نهايه المطاف الى مصير مجهول كما حدث مع الراحل رحمه الله عليه هلال. والله نصيحتي للشباب بشكل عام سواء رياضيين او غير ذلك، بانهم لا يعبروا الاشياء المبهمه او الاشياء المجهوله، لانه عاده ما تكون فيها النتائج وخيمه جدا. فأنا نعم، نصيحتي بأنهم يظلوا أماكنهم ويحاولوا أنهم يطوروا من قدراتهم ومن هذا القبيل. إضافة إلى ذلك، رسالتي إلى وزارة الشباب والرياضة بأنهم يهتموا بالشباب، يعني بالنسبة الآن هلال ليس الأول ولن يكون الأخير إذا لم يكن هناك اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة للرياضيين بشكل عام، سواء كانت ألعاب فردية أو ألعاب جماعية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيد سعيد الحاج شقيق المرحوم هلال الحاج، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي خليل المليكي من محافظة مأرب. سيد خليل، يعني الهجرة مباشرة إلى أوروبا، يعني هذا ما يخطر على بال الشباب الذين ينوون الهجرة بشكل أساسي، بينما يعني هناك يستطيع الشباب يعني فتح يعني مصادر دخل والعمل حتى على مستوى دول محيطة، يعني الهجرة إلى دول الخليج أو دول عربية أخرى، يعني هنا الضرر ربما سيكون أقل،
لماذا التفكير عادة ما يتم عندما يقرر الشاب الهجرة مباشرة يأتي بباله دول أوروبا رغم المخاطر الكثيرة؟ نعم، هذه المشكلة. كثير من الشباب لديه الطموح كما قلت لك بأن يذهب إلى هذا البلد لأنه لا يوجد فيه قيود كما يوجد في الدول المجاورة. للأسف الدول المجاورة كما تعلم ويعلم الجميع وتعلم هي هذه الدول نفسها بأنها قلصت من الأعمال التي يقوم بها الشباب الغير منتمين إلى هذه الدول، بل لاحقت بعض أصحاب المهن وأصحاب المحلات وقامت بإغلاقها، وكثير من المهن حصرتها في أبناء هذا البلد. هذه مشكلة من المشاكل. كثير من الشباب ترك محله وترك ماله في تلك الدولة وذهب وهاجر إلى أوروبا، وأنت تعلم ويعلم الجميع هذا الكلام. كثير من الشباب هاجر إلى تركيا ومن بعد ذلك إلى اليونان ومن اليونان إلى بريطانيا أو إلى غيرها من الدول التي يجد فيها متنفس من خلاله يريد أن ينطلق ويبني مستقبله. لكن في الأول والأخير رسالتي كما قال الأخ سعيد هو ألا يغامر الشباب ويذهبوا إلى مكان مجهول، مكان مبهم، لا يعرفون من خلال أين سيستقر بهم الحال. وهذه كارثة على الشباب أن يهتموا بأنفسهم وأن يصبروا وأن يكونوا لبلدهم وأن لا يذهبوا إلى الموت. ويعني كما ذهب الأخ هلال الحاج الذي هو من أبطال الجمهورية، وهنا كارثة على وزارة الشباب والرياضة ألا تهتم بمثل هؤلاء. بمن ستهتم الدولة إذا لم تهتم بهؤلاء؟ هذا الشاب الذي ظل يطرق الأبواب هنا هناك ولم يجد من يهتم به، وهو بطل بالاتحاد الآسيوي وكذلك في بطولة كثيرة، وللأسف اصطدم بلا ولا يوجد وغير ممكن، ومع ذلك قرر أن يذهب إلى تلك الأماكن ولاقى ما لقى، نسأل الله له الرحمة. لكن سيد خليل هنا مسألة التهريب هي يعني الأساس فيما يتعرض له الشباب بعد قرار الهجرة. هناك ايضا يعني معلومات او يعني تداول اخبار ما بين الشباب بان هناك طرق سهله وهناك مهربين، وبالتالي كل شاب يدل الاخر في هذه المساله. مساله التهريب والحد منها هل هي واجبه على يعني الناس والمواطنين انفسهم الحذر منها، ام ان يعني الدوله او الدول التي يتواجد فيها التهريب هي معنيه بشكل اساسي بمكافحه هذه الظاهره، ام ان المسؤوليه مشتركه؟ نعم، المسؤولية هي مشتركة. بالأول والأخير هؤلاء الشباب الذين سمعوا ويسمعون بقضايا مثل هذه القضايا ومشاكل وإشكالات حصلت لناس سابقين من قبل المهربين. هناك شاب، أحد الشباب ذهب إلى احتجز من قبل المهربين في ليبيا وطلبوا من أسرته 15,000 دولار، وبعد أن أرسلوا المبلغ يعني قالوا بأنهم لم يستلموا تلك الحوالة وظل محتجزا حتى اللحظة. يعني كذلك هذه حينما يسمع الشباب وبهذه المسائل وهذه القضايا عليهم ألا يذهبوا وألا يغامروا، وكذلك على الدول أن تحد من هذه الكارثة، أن تحد منها من قضية التهريب. أنا أقول لك بأن هناك فساد في الدول العربية بشكل عام، هناك سماسرة يقومون بالتجارة بهؤلاء، مرتبطين بأجهزة بعض نافذين في أجهزة هذه الدول. هذه هي المسألة أو هذه المشكلة الرئيسة في قضية التهريب. لا يمكن، أنا أقول لك بأن كثير من هذه الدول أو أغلبها أو كلها تسمع بهذه القضية وهي تعلم، ومع ذلك تغض الطرف لأن لها مصالح من خلال هذا التهريب، وكذلك هناك مصالح لنافذين يقومون باستغلال هؤلاء الشباب وأخذ ما لديهم من أموال وابتزاز أهلهم، كما يتم ابتزاز الإخوة الأفارقة الذين يهاجرون إلى اليمن من قبل بعض عصابات التهريب. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا سيد خليل. مشاهدينا نذهب الآن أيضا لمشاهدة هذا الاستطلاع الآخر حول إصرار الشباب على مغادرة البلاد والهجرة إلى المجهول. السبب الرئيسي لذلك رغم معرفة الشباب بأن الذهاب إلى الحدود هي مشكلة خطيرة أو ربما قد يعود تعود بالضرر عليهم، سواء سيعود قريح أو مشلول أو جثة هامدة، لكن السبب الرئيسي الذي أعتقد أنه هو السبب أولا البطالة لدى الشباب، الفراغ،
عدم وجود هدف لدى الشباب في الحياة، شباب ضائع، حتى خريجين ربما على مستوى الخريجين تجد أكاديميين وخريجين هناك موجودين في الحدود. السبب في ذلك عدم وجود هدف لهم في حياتهم، بطالتهم، البحث عن المال، البحث عن الرزق، المال، الناس يبحثون عن المال وعن الرزق، انعدام الوظيفة، انعدام الشغل، انقطاع الرواتب، تردي الأوضاع المعيشية الصعبة، المشكلات الاجتماعية التي قد يواجهها الشاب من الضغوط، والأكثر من ذلك الإغراءات والمزيفين السماسرة الذين يقومون باستقلاب الشباب وإغراءاتهم بشتى مختلف الإغراءات. نتيجة أنه الإغراء بالمال ونتيجة الإغراء بالمال ونتيجة الجهل في الأماكن التي يعيشون فيها. بالنسبة لما نشاهده من أوضاع مؤسفة لشبابنا وخير شباب اليمن ويعني بشكل عام وشباب تعز بشكل خاص، هو نتيجة لما تعرض له البلاد من حرب وتوقف للمصانع الخاصة والعامة اللي هي الشرائك الخاصة بالحكومة. طبعا طالما الشباب اليمني عايش في هذا النفق المظلم وأحلامه تجهض كل يوم أمامه، فطبيعي يكون أول خيار له هو الهجرة. يعني فكرة الهجرة نابعة من أنه أصلا وصل لمرحلة من اليأس، ما وجد فيها من يحتوي أفكاره، من يحتوي طموحه. فالهجرة يعتبر خيار، ربما يجد هناك دراسة، عيش أفضل، حياة أفضل، رغم المخاطر الكثيرة. فلذلك يعني متوقع جدا انه في شباب كثير، رغم انه في احدى يعني حوادث كثيره وفي بيموتوا كثير، فاتوقع انه ايضا شباب يخاطروا. اذا اعود مره اخرى لضيفنا عبر الاقمار الصناعية من محافظه مارب السيد خليل المليكي. هي عوده اخيره وسؤال اخير هنا سيد خليل، ما الذي يجب فعله لمنع حدوث مآسي اخرى يعني في القادم؟ ما يجب فعله هو أن يتم الاهتمام بهؤلاء الشباب على الحكومة الشرعية. أنا أقول مهما كانت الظروف ومهما كانت المعوقات، لابد من الاهتمام بهؤلاء الشباب. الشباب هم ثروة البلد، البلد ينهار، وأكبر انهيار للبلد هو أن ينهار شبابه، أن يتم الزج بهؤلاء الشباب في أماكن مجهولة، أن يقتل هؤلاء الشباب من قبل الميليشيا الحوثية، وكذلك أن يهاجروا إلى الدول بطرق غير شرعية ومن خلالها يتعرضوا للموت، يتعرضوا للسجن، يتعرضوا للابتزاز. كذلك الاهتمام بالتعليم، وكذلك لابد أن يفعل دور المعاهد المهنية والتربوية التي من خلالها يمكن أن يؤهل هؤلاء الشباب، وعلى الشباب أن يصقلوا مهاراتهم، أن يهتموا بأنفسهم، وأن يكونوا أصحاب عزيمة وثقة من خلالها يستطيعون أن يعيشوا على أي ظرف من الظروف، وأن يتمرسوا على هذه الظروف. والحرب في الحقيقة مهما قلنا من كلام لا نستطيع أن نقول شيء تجاه ما تتعرض له البلد من انهيار، وأكبر انهيار يتعرض له البلد هو أن تنهار هذه الثروة، ثروة الشباب. يهاجر عقول اليمن ويموتون، يهاجر أبطال اليمن ويموتون، يزج بأطفال اليمن في محارق الموت من قبل ميليشيا الحوثية. هذه هي الكارثة التي تعاني منها اليمن، وأكبر ما خلفته الحرب أو ما تخلفه هو أن ينهار شباب أي بلد من التي يكون فيها الحرب، واليمن من ضمن هذه البلدان. انهار الشباب اليمني وتعرض للقتل وتعرض للانتهاك من قبل هذه الميليشيا الحوثية. الحكومة الشرعية المسؤولة الأول والأخير في هذا الشأن، كونها هي صاحبة الدولة والقانون. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي خليل المليكي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. إذن مشاهدينا، هنا يعني رسالة فيما يتعلق في مسألة الهجرة. الهجرة باتت حلم يراود الكثير من الشباب، ولكن إذا كانت الهجرة يعني بطرق غير مشروعة وغير مدروسة، هي تأتي بعواقب وخيمة كثيرة، وبالتالي التعامل مع المهربين، هناك قصص كثيرة تحدث، هناك عمليات نصب كثيرة. نأمل من الشباب أن لا يجازفوا بأرواحهم ويكونوا ضحية لهذه العصابات. ختاما، تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.